مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر بخير، كل سنة والأمة العربية والإسلامية يعني بتعيش زمان أفضل وأوقات أسعد وحياة أكثر أمناً واستقراراً. الحقيقة طبعاً يعني الأحداث يعني صعبة جداً، ولا أنكر أن كل إنسان في هذه المنطقة من العالم مهموم بما يجري وما يحدث، حروب ودماء وصراعات وقوى. وللأسف الشديد أن الأهداف غامضة والخطط غير واضحة، وكل شيء بيجري في السر ولا أحد يعلم إلى أين تتجه السفينة، وهل ترسو على شاطئ أم أن الأمواج سوف تظل تلاحقها إلى مدى أبعد. رغم كل الظروف الصعبة اللي احنا بنعاني منها، وكل إنسان مهموم بما يجري، لكن النهاردة أنا عايز أتكلم في قضية قد تكون خارج السياق بدرجة ما، ولكن أنا شايف إنها قضية مهمة جدا، وهي يعني زادت حدتها في شهر رمضان، الشهر المبارك اللي المفروض الناس تؤدي فيه فريضة وتصلي وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتعود العلاقات الإنسانية إلى مناطق أكثر رحمة وأكثر محبة. فوجئت بأن فيه هوجة حصلت في الساحة، ولم تقتصر على مصر فقط، ولكن دخلت فيها مناطق أخرى أقدر أسميها فوضى الفتاوي. يعني الحياة اللفظ صعب جدا إنه يعني يكون مع بعضه فوضى وفتاوي. المفروض في الفتاوي دي العلم والمعرفة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وتوجيه سلوكيات الناس وتوضيح الحقائق، والبعد عن المظهرية، والبعد عن أشكال من التفسيرات أو الاجتهادات اللي خرجت تماماً على كل مقومات الأديان وليس الدين الإسلامي فقط. أبص ألاقي مثلا إيه، قلت لكم إنها قضية شائكة جدا، ألاقي توزيع الجنة والنار. جرى يا جماعة، ده أنتوا دخلتوا في اختصاص ربنا سبحانه وتعالى، لأن الجنة والنار دي من الغيبيات التي احتفظ الله سبحانه وتعالى بها لذاته، وليست مباحة إطلاقا، لأن لا في حد مات وشاف الجنة وتعذب في النار ورجع وقال لنا، ولا في أي أشياء تؤكد هذه الظواهر الإلهية اللي ربنا سبحانه وتعالى خص ذاته بها. أبص ألاقي يقول لك هل المسيحيين يدخلوا الجنة؟ طب وأنت مالك ومال المسيحيين؟ أنت راجل بتفتي في الإسلام وراجل عالم إسلام، وهم عندهم القساوسة وعندهم برضو من يرجعون إليه، وإذا كانوا هم محتارين في أي قضية فهم قادرين على إن هم
يناقشوا قضاياهم بنفسهم. وبعدين مين اللي ادى الحق لأي إنسان أن يقول الجنة لفلان وفلان هيحرم منها؟ الله. يعني طب ما تدخلوا بقى في الموضوع وتشوفوا عذاب القبر بقى، وحد يروح يشوف التجربة هناك ويرجع ويقول لنا إذا كان ده ممكن. يعني قضايا أولا من حيث التوقيت مش وقتها خالص. في ناس بتستشهد في شهداء في غزة بالآلاف، وفي ناس بتحارب، وفي ناس بتموت، وفي شعوب بتعاني من الفقر والجوع، وفي وفي وفي. وهذه القضايا أولى بها جهد العلماء وحواراتهم مع بعض. وإذا كان في قضية خلافية، إذا كان، فمكانها بيت العلماء، أن يجلس العلماء مع بعض، ولكن ليست مشاعا إطلاقا على برامج التلفزيون والشاشات، وكل واحد يقول لك الجنة من حظ فلان وجهنم من حظ فلان، وبعدين يجي يقول لك ده ربنا يجي في الآخرة ويقول ما فيش نار، ما فيش عذاب، وهيعفو عن الناس كلها. طب مين اللي قال لك الحكاية دي؟ طب وربنا كان عامل الحياة ليه؟ وعامل الأخطاء، وعامل الاختيار، وعامل الدرجات حتى بين البشر في درجة الإيمان أو درجة الإلحاد. وبعدين أنتوا بتقولوا هذا الكلام لشباب أساساً يعني بيعيش محنة المعرفة، لأن هو لا لاقي الدين بتاعه في مصادر موثوق فيها، ولا لاقي الطريق الصح اللي يسلكه. طيب إيه الحكمة إن إحنا النهاردة نخلي الشباب يزداد حيرة أمام مسلمات ربنا سبحانه وتعالى خص نفسه بيها؟ وبعدين فين العلماء بتوعنا؟ يعني آخر ما تجرأوا عليه إن هم يدينوا الأزهر الشريف وهو بيحتج على تدمير غزة وقتل آلاف الشهداء، ويهاجموا شيخ الأزهر الدكتور الطيب على أنه طلع بيان في هذه القضية؟ هي دي القضايا اللي المفروض تتكلموا فيها الحقيقة، يعني مش الجنة والنار، ومش تقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني خلاص ما فيش حساب، وتلغوا ركن من أركان الحياة الأساسية وهو الحساب. ده زي بالظبط ابنك عمال يذاكر وعنده ثانوية عامة، ودخلت عليه كده تقول له قوم يا ولد ما ذاكرش، هيقول لك ايه يابا؟ قول له ده سيادة الوزير قال ان كلكم هتنجحوا، وكلكم هتاخدوا الدرجات النهائية، وكلكم هتدخلوا كلية الطب. ده اسمه كلام؟ هل يعقل ان يكون الحوار بهذه الصورة؟ وبعدين نقارن ما يجري الآن بين علمائنا الأفاضل اللي أنا بحمل لهم كل تقدير وكل احترام، وعلماء سبقوهم كانت قضاياهم إيه؟ كانت قضاياهم المجتمع والناس والبشر في تهذيب السلوك والحرص على حقوق الناس والعدالة والحرية وكل هذه القضايا الإنسانية العظيمة اللي في علماء عندنا أفنوا حياتهم من أجلها. العقاد عمل الإسلاميات ناقش فيها
شخصيات الصحابة والخلفاء الراشدين. والشيخ شلتوت عمل التقارب بين المذاهب، قضية مهمة جدا ولسه عايشين فيها لغاية دلوقتي، شيعة وسنة، ودول لهم طقوس ودول لهم طقوس، مع أن الدين واحد والله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. والنبي عليه الصلاة والسلام نبي للشيعة والسنة يعني. فالرجل دخل في هذه القضية. نشوف خالد محمد خالد. خالد محمد خالد وقف قدام جمال عبد الناصر وقال له داعي الظهور تتفتح، ودافع دفاع مستميت لمدة ساعتين على عن قضية الحرية، وقال إن هذا الشعب يستحق أن يعيش حرا وأن يتمتع بكل حقه في حياة كريمة. خالد محمد خالد اللي عمل من هنا نبدأ ولا تحرسوا في الأرض ورعاية، في يعني كل دي كانت مواقف إنسانية بتعالج قضايا مجتمع، بتعالج قضايا بشر، وبتناقش وبتقف في ضد الظلم وضد الطغيان. خالد محمد خالد عمل كتاب من أروع ما كتب عن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو رجال حول الرسول، كتاب مبهر. 77 شخصية اختارهم من أهم الصحابة والرجال الذين وقفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في نشر الدعوة وفي الحروب وفي المعارك. طيب، هذا هو الجهد الفكري والعلمي والإنساني. أنا ما ببص لاي في الساحة النهاردة، أبص لاي لكل المنشطات وكل البرامج بتتكلم عن إيه؟ تتكلم عن الجنة والنار ومين اللي هيدخل الجنة ولا النار، وتتكلم على أجازة للنار. يا جماعة، ده خلط للأوراق، وفي تقدير إن ده إساءة لأجيال جديدة من حقها أن تعرف وتعرف الحقيقة وتتعلم. إحنا كنا زمان أما يجي عندنا في البيت زوار من العلماء الأزهر رحمة الله عليه، والدي كان يقول لي سلم على عمامك، وكل واحد منهم كتلة من المعرفة والقرآن والأحاديث الصحيحة. النهاردة الأوراق اختلطت، وبدأ بتوزيع الجنة والنار مع أن الناس مش لاقية تأكل، والناس عايشة في ظروف صعبة ليس فقط في مصر ولكن في العالم الإسلامي كله الذي يعاني. ملايين من البشر في العالم الإسلامي يحتاجون إلى مساعدات، ويحتاجون إلى فكر صحيح، ويحتاجون إلى رؤى يعني تعطي للحياة حقها وللآخرة حقها، تعطي لله حقه سبحانه وتعالى، وتعطي للبشر حقه في حياة كريمة وعدالة وحرية. لكن الخلط ده كله، نرجع للعلماء بتوعنا زمان، نرجع يعني أنا كنت طول عمري مبهور بخالد محمد خالد، وكنت أعرفه شخصيا، وهو مفكر ورجل دين ورجل ثقافة ورجل فكر، ويستطيع أن يتحدث معك في الفن وفي الفكر وفي الدين وفي التعاليم وفي الوصايا، في كل شيء كان يستطيع أن يتكلم. وبعدين كتب عن المسيح عليه السلام زي ما كتب عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. نظم لوقا المسيحي أستاذ الفلسفة عمل كتاب عن الرسول
عليه الصلاة والسلام ما تشرحه للشباب هذه الأشياء كلها، وضحه للشباب، وإذا لم يكن لدينا من العلماء ما يعرف هذه القدوات يعني فليقرأ، فليقرأ التاريخ. وعندنا في التاريخ القديم والحديث ما يكفي، إنما نسيب الشباب حائر بين ثقافات يعني بتقتحم إيمانه وبتقتحم فكره، وثقافات شاذة ومريضة، وموجات من الإلحاد في بيوت كثيرة اليوم. وبعد كده قاعدين احنا نخوف العيال من النار، وبعدين نقول لهم مش هتمتحنوا فيها، ده هيجي في الآخر هيكون في إفراج عام. ده اسمه كلام؟ بأي حق وبأي طريقة؟ وبعدين النهاردة كل واحد يقول لك ده الإصلاح الديني. إصلاح الديني إيه يا عم؟ ده مش إصلاح. إحنا بنخرب، وبنخرب في عقول، وبنخرب في مستقبل. أنا أفهم إن أما نيجي نناقش قضايا الدين يناقشها ناس علماء، وليس كل واحد متبرع كده يطلع على شاشة ويشتم شوية ويقول لك حماس دول كفرة، ويقول لك خالد بن الوليد كان إرهابي، ويقول لك الإمام البخاري أحاديثه غلط، ويقول لك إيه ده؟ هو ده الإصلاح الديني؟ ده مش إصلاح ديني. ده في كلمة تانية ممكن تستخدم في هذا الدين اللي هو أحد مقومات المجتمع المصري، يهان بهذا الشكل، ويهان من بعض علمائه كمان. وبعدين تبص تلاقيهم مجموعات وشلل يقول لك إصلاح الخطاب الديني. إصلاح الخطاب الديني هو احنا بنصلح ايه؟ موتور عربية؟ إصلاح يعني نقول ترشيد الخطاب الديني، حوار حول قضايا الدين. إنما يقول لك إصلاح الخطاب الديني كما لو كان كل اللي بيتقال ده هو الصح والأشياء الأخرى غلط. أنا شايف إن المجتمع يحتاج إلى صحوة فكر ووعي وإيمان وضمير وخوف من ربنا وحرص على مصالح الناس، وقبل ده كله صر حرص على ثوابت لابد أن نحترمها ولابد أن نقدرها. أما العبث بشكل ده مرة نقول الجنة لمين وجهنم لمين، ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا هو الطريق، طريق الرحمة، طريق الحب، وطريق الإيمان الحقيقي، بعيدا عن هذه الخزعبلات التي تسيء لنا دينا وبشرا ووطنا ومسؤولية. دقائق ونكمل. أنا عايز أتكلم النهاردة الحقيقة عن شخصية أنا اقتربت منها، وأدعي يعني إن أنا عرفت وقدرته كتاريخ وكقيمة
صحفية كبيرة وكرائد من رواد الصحافة المصرية. أنا عايز أتكلم عن الأستاذ مصطفى أمين. أنا الحقيقة عرفت الأستاذ مصطفى أمين بعد أن خرج من السجن، واقتربت منه جدا، وكانت بيننا يعني حوارات وزيارات ومواقف، وكتير كنت باخد رأيه في قضايا كتيرة. والحقيقة مصطفى أمين وأخوه علي أمين الاتنين عملوا تجربة يعني رائدة في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، وهي مؤسسة أخبار اليوم. كلنا نعرف أن كانت الصحافة يعني معظمها ملك للأشقاء من لبنان، يعني الأهرام كان آل تقلة، دار الهلال كانت آل زيدان، ودار المعارف أيضا، وبعض الصحف الأخرى، حتى الفن، المسرح مثلا القومي، والممثلين أو النجوم لبنانيين أو العرب بصفة عامة. لكن مصطفى أمين خاض هو وشقيقه تجربة إنشاء أخبار اليوم كمؤسسة كبيرة، ودي كانت طبعا من المؤسسات اللي العريقة اللي غيرت شوية في توجه الصحافة المصرية، رغم أن معظم الصحف اللي صدرت من أصحابها اللبنانيين كانت لها طابع مصري صميم، وشاركت في الحركة الوطنية، وكان لها دور سياسي كبير ودور ثقافي أيضا من خلال بعض نجوم هذه الصحافة. أنا عرفت الأستاذ مصطفى أمين بعد ما خرج من السجن، وتوترت العلاقة بيننا لدرجة أن أنا كنت أفاجأ أحيانا بحاجات يعني ما قاليش عليها. يعني مرة لقيته بيكلمني بيقول لي في منحة في أمريكا لمدة سنة، هيئة كبيرة في أمريكا، وأنا رشحتك وبعت لك المندوب بتاعهم. فالمندوب بتاعهم لما جاني بيقول لي أنا استغربت إن مصطفى أمين وهو صاحب أخبار اليوم رشح حد من الأهرام. فقلت له يعني أولا مصطفى أمين أب للأسرة، ولا يعني بعد كده من تزوج من الأبناء ومن استقل ومن أصبح له حياته الخاصة، فكلنا أبناء مصطفى أمين. مرة تانية فوجئت بيه الجمعية اللي عملها جائزة الصحافة العربية والمصرية، إن أنا حطيني في مجلس الإدارة في أول ما أنشأ الجمعية، وكنا خمسة، كان هو رئيس الجمعية والأستاذ أحمد رجب وأنا، وما زالت حتى الآن تقدم جوائزها. ومرة قال لي فؤاد باشا سراج الدين عايز رئيس تحرير للوفد، وكان يعني نشأ حزب الوفد الجديد ويطلعوا له جورنال الوفد. قال لي أنا رشحتك إنك تبقى رئيس التحرير. فأنا قلت له أنا ما أقدرش أسيب الأهرام بأي شكل من الأشكال. فالحقيقة علاقتي بمصطفى أمين امتدت سنوات طويلة، وأنا كنت يعني لحد ما متحفظ جدا على سنوات سجنه. هو سجن 9 سنوات،
لكن أنا بعتقد إن هو كان من المدافعين جدا عن قضية الحرية، وأعتقد أيضا إن سجنه يعني دخل في حسابات يمكن التاريخ هيذكرها في يوم من الأيام، لأنها أصبحت النهاردة ملك لهذا التاريخ. لكن المؤكد إن هو كان على علاقة طيبة جدا بالرئيس عبد الناصر مع بداية الثورة، وحتى جمال عبد الناصر لجأ لي في سنة 56 إنه بعته أمريكا، وأخذ معاه صور الدمار اللي حصل في بورسعيد والسويس والمناطق دي كلها، وقدمه للأمم المتحدة وللصحافة الأمريكية كدليل على همجية الاعتداء اللي حصل في 56 من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، واللي أدى في النهاية إلى أن أمريكا أخذت موقف ضد الدول الثلاث وقررت أن هم ينسحبوا. مصطفى أمين يعني كان من أقرب الناس إلى الأستاذ هيكل، وأنا يعني كنت دايما بقع في أزمة بين أصدقائي، يعني زي رياض الصنباطي ومحمد عبد الوهاب، زي الأستاذ هيكل ومصطفى أمين، كلاهما طبعا عاش مع بعض وكان في علاقات قوية جدا بينهم، وكانوا من الناس اللي يعني وقفوا مع الأستاذ هيكل في شبابه، وانطلق بعد ذلك إلى نطاق أوسع من النجومية. حاولت مرة أصلح بينهم، حاولت وكتبت، يعني أنا اتجرأت يوميا، مش فاكر كان عيد ميلادي يا الأستاذ هيكل يا الأستاذ مصطفى أمين، وكتبت قلت إن أنا يعني بتمنى في يوم من الأيام أن أجد الأستاذ هيكل والأستاذ مصطفى أمين يجلسان معا ويعيدان ماضي علاقة طيبة كانت بينهم، ولكن ما حصلش أي نتيجة. مرة برضو كلمت مصطفى أمين وقلت له يعني لماذا لا تعود المياه إلى مجاريها، خاصة إن أنا أعرف إن بينكما من الود سنوات طويلة، يعني علاقة إنسانية عظيمة يعني. وتدخل يوميها أحمد رجب في الموضوع، لكن أيضا المحاولات لم تنجح. ومرة كلمت الأستاذ هيكل وقلت له، وكان كل واحد عنده تحفظات، وأنا ما كنتش بقدر أدخل في التفاصيل أولا بحكم السن، يعني أنا كنت شاب صغير، وهما الاثنين كلاهما كاتب كبير عملاق، لكن أنا كنت من منطلق حب للاثنين ومن منطلق تقدير لعلاقة قديمة بينهما، وأيضا أنني كنت أحب مصطفى أمين وأحب هيكل في نفس الوقت. المحاولات دي لم تنجح معايا، لكن عي مصطفى أمين ودخل المستشفى، وبعدين رحت أزوره، كنا واقفين برا الناس كلها يعني طوابير من البشر في المستشفى، وفوجئت بالسيدة الفاضلة زوجته
بتقول لي مصطفى عايز يشوفك. طلبني أنا من كل الناس الموجودين في المستشفى. فأنا طبعا الحقيقة يعني الأمر صعب عليا جدا. هو كان في الإنعاش وكانت حالته يعني اقتربت من ساعة الرحيل يعني، وكان معروف ده يعني. فقالت لي هو مصر يشوفك. فدخلت على الأستاذ مصطفى، سلم عليا وقال لي خلاص يا فاروق المشوار خلص والرحلة انتهت. قلت له لا، ده إن شاء الله ربنا يديك العمر وتكمل مشوارك، وأنت قيمة عظيمة بالنسبة لنا كلنا كأستاذ، وقيمة عظيمة في تاريخ الصحافة المصرية وفي تاريخ مصر أيضا. فقال لي أنا لي طلب عندك. قلت له لا، حضرتك تأمر يعني في الإنعاش يعني. يعني كان بيتكلم بصعوبة. قال لي اوعى ما تكتبش فيا شعر. فأنا يعني استغربت، قلت له يا مصطفى بيه يعني؟ قال لي أنا أقول لك حاجة، الصحافة مش بتعيش، الصحافة عمرها قصير قوي، إنما اللي بيعيش هو الشعر. فأوعى كده بالظبط، أوعى ما تكتبش فيا شعر. أنا يعني اعتبرت الموضوع وصية وسلمت عليه وخرجت. وطبعا كانت لحظة قاسية بالنسبة لي أن أشاهد مصطفى أمين يعني وهو يوشك أن يودع الحياة ويعني يذهب إلى رحاب خالقه سبحانه وتعالى. مات مصطفى أمين وكتبت مقالة بعدها بيومين تقريبا، يومين ثلاثة كده، كتبت مقالة في الأهرام كلمة وداع كانت طويلة شوية، كلمت فيها عن علاقتي به وصداقتي معاه وكيف كان أستاذا في كل تصرفاته. ولم يكن ده معايا لوحدي، بالعكس كان مصطفى أمين الحقيقة يعني كتير من الناس بيدينوا لي بالمساعدة وبالرعاية. كان مصطفى أمين وكان أحمد بهاء الدين وكان الأستاذ هيكل نفسه، وهو الأستاذ هيكل لم ينكر هذا في أي وقت رغم الخلافات اللي شابت العلاقة بينهم بعد كده. لكن بعد 3-4 أسابيع أنا استعدت مع نفسي ذكرى مصطفى أمين ووصيته لي أن أكتب فيه شعرا. وبالفعل كتبت قصيدة في مصطفى أمين في وداعه، وكانت قصيدة طويلة. أنا سوف أقرأ بعض الأبيات منها. كان عنوانها عاشق الحرف. يعني فعلا أنا بعتقد أن مصطفى أمين كان أحد عشاق الحرف الكبار يعني، وأنه فعلا أخلص الصحافة وأخلص لقضية الحرية وسجن بسبب ذلك لأنه اختلف في رأيه أو في موقف. وعلى فكرة هو اتسجن في العهدين، هو اتسجن
في عهد عبد الناصر، ويعني منع من الكتابة في عهد الرئيس السادات، وبعد كده أفرج عنه. يعني بعد خروجه من السجن كان بدأ يكتب، وحصل خلاف ما ومنع من الكتابة شوية، ولكن سرعان ما عاد مرة أخرى ليكمل مشواره. قلت في القصيدة يوميها بقى إيه: يا عاشق الحرف دمع الحرف يدمينا، من بعدك الآن بالأحلام يروينا، لم تغرب الشمس يوما عن شواطئنا، ما دمت تحمل نايا الحب تشكينا، الحرف عندك أوتار تداعبها، يشدو بها الكون إيقاعا وتلحينا، الحرف عندك خداس ومئذنة، وعاشق قد رأى في عشقه دينا، الحرف عندك فرسان وسارية، وقلعة من قلاع المجد تحمينا، الحرف عندك أوطان محررة لا ظلم فيها ولا زيفا يمنينا، الحرف عندك سلطان بلا سفه نفديه في الضيق عند الخطب يفدينا، الحرف عندك عشق لا دواء له، كم أهلك العشق في الدنيا محبينا، الحرف وجهان، وجه كاذب دنس وآخر من رياض الحق يسقينا، الحرف في الأرض آيات مطهرة نور من الله بين الخلق يهدينا. دي بعض الأبيات اللي أنا كتبتها في قصيدة طويلة ودعت فيها مصطفى أمين. لكن الحقيقة يعني كانت في أشياء غريبة جدا حصلت مع مصطفى أمين. يعني مثلا سجن 9 سنوات، وأم كلثوم كانت بتزوره وكانت حريصة على زيارته، ولذلك قالت له: يا مصطفى أنا بعتالك رسالة الأسبوع الجاي في حفلتي اللي غنت فيها الأطلال. كان هو في السجن. قالت له: أنا بعتالك رسالة في القصيدة الجديدة، أعطني حريتي أطلق يدي، إنني أعطيت ما استبقيت شيئا، آه من قيدك أدمى معصمي، لما أبقيه وما أبقى علي، ما احتفاظي بعهود لم تصنها، وإلى ما الأسر والدنيا لدي. طبعا مصطفى أمين حكى لي القصة بعدها، وقال لي: أنا فضلت طول الليل أبكي وأنا بسمع هذا المقطع من أغنية أو من قصيدة إبراهيم ناجي اعطني حريتي أطلق يدي. كان من المقالب اللي لا تليق برضو إن هو كان عمل فيلم معبودة الجماهير، كان هو مسافر اسكندرية هو وكمال الملاخ، واعتقد كانت معاهم شادية وعبد الحليم،
ومصطفى أمين قال لهم على الفيلم، ويمكن رتبوا كل حاجة في الطريق إلى الإسكندرية. لكن لما اتسجن مصطفى أمين شالوا اسمه من على الفيلم وما رجعهوش إلا بعد ما خرج من السجن. المهم إن دي كانت بيعملوها برضو في مناسبات تانية. كان مثلا صورة الملك فاروق في أفلام كتيرة كانوا مشخبطين عليها عشان محدش يعرف إن ده فاروق ملك مصر السابق. لكن الفيلم بتاع عبد الحليم وشادية كان من أجمل الأفلام، خاصة وهما الاتنين بيغنوا مع بعض، أو لما يوسف شعبان اللي كان عامل المؤامرة وضعوه في شوال وقفلوا عليه، وكان مشهد من المشاهد الكوميدية الجميلة مع أغنية عبد الحليم حافظ وشادية حاجة غريبة. نسمعها. القصيدة عنوانها شاعر في المزاد. شاعر في المزاد، من يا ترى يشجيه صوت المنشدي؟ من يا ترى يشجيه صوت المنشدي؟ واللحن يغبو في الضلوع ورعشة الأوتار تهرب من يدي. ولمن أغني ولمن أغني والمزاد يدور حولي، والمدى ليل سحيق والعواصف مرقدي. لا تنزعج يا سيدي، الآن أعرض في المزاد قصائدي. من يشتري عبق الزمان البكري أيام الصبا وشواطئ الذكرى مع العمر الندي؟ من يشتري ترنيمة الزمن الجميل وصورة الرحمن تسري في رحاب المسجد؟ من يشتري حلم الطفولة لوعة الأب العجوز رفاة أجدادي وساعة مولدي؟ لم يبق غير مواكب الذكرى تحلق كالهواجس في شحوب الموقد. ووقفت تنظر في المزاد وحولك الأوطان والفرسان والماضي الذبيح على جدار المعبد، ومضيت تصرخ والمزاد يدق أعناق الشعوب ويستبيح الأمس يجهض كل أحلام الغد. ولمن تبيع الشعر يا مسكين والأنهار حولك أجدبت والركب قد ضل الطريق متى يفيق ويهتدي؟ ماذا تبيع الآن يا مسكين في هذا المزاد؟ لا شيء غير قصائد ثكلى تحدق بين أطلال الرماد، لا شيء غير عناكب الكهان تنفث
سمها والأرض حاصرها الجراد. خرجوا يبيعون المصانع والمزارع والمساجد والكنائس والعباد، وكتائب الزمن القبيح تدور في صخب المزاد كأنهم كهان عاد. مات الفوارس وانتهى زمن البراءة والترفع والعناد، وغدوت تجلس فوق أطلال السنين قد استكان النهر وارتاحت شواطئه وكبلها الفساد. سيقول بعض الناس إن قصائدي شيء معاد، حلم معاد، جرح معاد، حزن معاد، موت معاد، هي بعض ما تركت ليالي القهر في هذه البلاد. ماذا تبيع الآن يا مسكين في هذا المزاد بين الفنادق والمصانع والمتاحف والمتاجر؟ شيء جميل أن تضيء مزادكم أوراق شاعر. في كل بيت من قصائده تغنى الحب وانسابت مشاعر. هو لم يكن يوما من الأيام دجالا ولم يحمل مباخر. هو لم يمارس لعبة العهر المقنع بالعفاف، ولم يلوس وجهه دنس الصغائر. هو لم يغير لونه المنقوش من طين الحقول، ولم يحارب بالحناجر. هو ماء هذا النهر حين يجيء مندفعاً وفي شمم يكابر. هو من شذا هذه الضفاف وكم تعذب في هواها قلب شاعر. ماذا تبيع الآن في هذا المزاد؟ هذا القلم أسكنته عيني وحلق في سماء النيل أزمانا طويلة. قد عاش يرسم كل يوم ضوء قنديل تناثر في خميلة، ولكل بيت كان يرسم للمدى وطنا وقداسا ومئذنة جميلة. هذا القلم أسكنته عيني وهام على ضفاف النيل عشقا وارتوى بين الربوع. كم كان يشرق بين أوراقي إذا انطفأت شموس العمر واختنقت مع القهر الشموع. لم يعرف الإذلال يوما والخضوع بين الفنادق والمصانع والبيوت. من يشتري قلما تطارده خيوط العنكبوت؟ من يشتري قلما حزينا داميا رفض التنطع والتدني والسكوت؟ بين المزاد أراه في صمت يموت. ماذا تبيع الآن في هذا المزاد؟ ماذا تبيع الآن في هذا المزاد؟ من يشتري نظارتي؟ منها رأيت الكون أمجادا تحلق في سماء مدينتي، ورأيت تاج الكبرياء يزين الوطن المهيب ويكتب التاريخ صحوة أمتي، ورأيت بين سطورها وطنا عنيدا صامدا كم كان يرفع في شموخ هامتي، ورسمت فوق ربوعها أسراب طير
لا تكفوا عن الغناء ولا تفارقوا شرفتي. لو أنها ألوانها البيضاء كما رصدت مفارق رحلتي، فيها انتصار وانشطار وانكسار من سهام أحبتي. نظارتي ماذا تبقى من هموم الرحلة؟ صخب المزاد وأنت والكهان والزمن الملوث من دمائي براءتي. ماذا تبيع الآن في هذا المزاد؟ من يشتري ثوبي القديم؟ ما زلت أعرف أنه ثوب قديم، هو يشبه النيل القديم ويشبه الوطن القديم ويشبه الحزن القديم. سيقول بعض الناس باعوا شاعرا يبدو سقيم الروح في جسد سقيم، ويقول شعرا داميا وكأنه جرح مقيم. قد كان يوما كاللآلئ في دجى الليل البهيم، والآن في وسط المزاد يطوف كالكهل العقيم. ما زال يمضي شاحبا تبدو عليه ملامح الزمن الدميم. يا سيدي يا سيدي، اترك لنا هذا العلم، كل الذي نرجوه أن يبقى لنا هذا العلم. اترك صلاح الدين والسيف المحنط فوق أطلال الهرم، واترك لنا شيئا يذكرنا بهذه الأرض، بعض نخيلها بعض الخيول وما تبقى في دمانا من همم. اترك لنا خوذاتنا الصفراء عل بريقها يوما يضيء مقابر الشهداء، تنبت من بقاياهم ذراع أو قدم، ويسور في صمت الرمال صهيل أوردة وأكفان ودم، ويطل من أعماق هذا الليل وجه غاضب وبكل سطر في ملامحه ألم. سيقوم من صمت التراب ويرفع الأيدي التي سكنت، ويمسك في أصابعه قلم، ويعود يكتب من جديد فوق جدران الهرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أنتم ورب الناس من خير الأمم، أنتم ورب الناس من خير الأمم. تصبحوا على خير.